إذا خوتي مرحبا بكم في شاطئ سيد البشير. هذا هو شاطئ سيد البشير. تحياتي الإخوان الحاضرين معنا هنايا، تحياتي لهم. هذا هو شاطئ سيد البشير، الجولة الصباحية. يلا دابا راه 8:30. شاطئ سيد البشير راه شوية خاوي. هذا هو شاطئ سيد البشير اللي كيبعد على كاب دولو بشي حوالي 12 كيلومتر أو 10 كيلومترات. شاطئ زوين، هانتوما تشوفوا الجمالية ديالهم مختلفة على الشواطئ المغربية. كيمتاز بهاد الصخرة اللي في الوسط. بالنسبة للناس اللي سولوني على الطريق كيفاش يديروا ينزلوا، كاين واحد الدروج هنايا، هانتوما تشوفوا الدروج كتنزل عادي، أي واحد ينزل بيهم ماشي مشكل. انتم تشوفوا الدرج، اي واحد ينزل. الناس كانوا يسولوني في كومنتير على الفيديو اللي درت من قبل. هو الشاطئ سيد البشير راه مقسوم على جوج، كاين هنايا وكاين هذا الشاطئ هنا. غادي ندير لكم واحد الجوله صباحيه هنا في شاطئ سيد البشير. هانتوما تشوفوا اخواني واحد الجوله خفيفه ظريفه. نتوما ما عليكم خوتي الا تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو، واحد التعليق زوين. هانتوما تشوفوا شاطئ سيد البشير، نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. الان هذه الجوله الصباحيه راني في شاطئ سيد البشير، شاطئ سيد البشير. تحياتي للإخوان. إذن الآن رحنا في شاطئ سيد البشير، هذا هو شاطئ سيد البشير. تحياتي للإخوان الحاضرين معنا، وتحياتي لكم خوتي. الآن غادي ناخذ واحد الجولة قصيرة في شاطئ سيد البشير إن شاء الله. هذا هو شاطئ سيد البشير، شاطئ سيد البشير، شاطئ العائلي. تحياتي للإخوان. غادي ناخذكم في واحد الجولة قصيرة هنايا في شاطئ سيد البشير. تحياتي للإخوان الكرام. شاطئ كيمتاز بهاد الحجر هذا، شاطئ سيد البشير تبارك الله. هذا هو شاطئ سيد البشير من زاوية أخرى. كاين هنا الباراسولات كيتكراو، هادو راهم يتكراو هاد الباراسولات.
تبارك الله. اجاو هنا الناس بكري يبان لي، بصح مازال عاد يلاه داك 8:30 هكا تبارك الله. الان حنا كنتواجدو في شاطئ سيد البشير، هذا هو الشاطئ سيد البشير ما شاء الله.